يا أحلى متابعين، كيفكم؟ شو أخباركم؟ كيف الأمور؟ تمام؟ أبي بيردل الناس اليوم عيد ميلادهم. إن شاء الله العمر كله وهم بخير وعافية وصحة وسعادة وهدات بال وتحقيق لكافة الأمنيات. اشتقت لكم كتير من زمان ما طلعت عليكم. يعني انشغلت هيك بلوحاتي، لوحات الرزم. عم بعمل لوحات كتير جديدة وحلوة ومرتبة، كريستالية متشعشعة ومشعة وحلوة بامتياز. يعني أنا من وجهة نظري إنها حلوة كتير، يعني معجبة كتير بألاقي، معجبة بلوحاتي ومعجبة بالنشاط اللي أنا فيه. دائما بزقف لحالي، دائما بعطي هيك بوش وإنه go ahead، سنو برافو، بزقف لحالي. يعني حلوة هاي الطاقة اللي بتجي، يعني دايما خليكم بهاي الطاقة اللي نزقف لحالنا، نقول لحالنا برافو، نعجب بأدائنا، نعجب بقدراتنا، نعجب بإبداعاتنا. أنا هيك صاير معي هاي الأيام، إني كتير مبسوطة على الأشياء اللي عم بعملها، على اللوحات اللي عم بعملها هيك بكل رواق وبكل هيك نفس حلوة. عم بشتغل، يمكن بطول وأنا بشتغل، بعد ساعات وساعات متأخرة من الليل، ولكن لما بشوف إبداعاتي وبشوف أداءاتي وبشوف الأشياء اللي عم بعملها كتير بفرح، كتير بنبسط. فدايما خليكم بهاي الطاقة، دايما زقفوا لحالكم، دايما افتخروا بأداءاتكم، حتى لو كانت لو هالقد أو هالقد، يعني حتى لو كانت بسيطة أو حتى لو كانت كتير عظيمة، دائما افتخروا بنفسكم وافتخروا بأداءاتكم، ويعني إبداعاتكم دائما احيوها. ونفسي ليش أنا بقول هذا الكلام؟ دائما يعني اللي حوالينا ما إلنا غنى عنهم، وما إلنا غنى عن تحفيزهم وتشجيعهم والدافعية اللي عم بعطونا إياها. صحيح أنا معكم، ولكن إذا الإنسان نفسه ما دعم نفسه وما افتخر بنفسه وما اعتز بأدائه وما زقف لحاله وما قال لحاله go ahead وما كان في عنده صبر وإرادة وتحدي وطولة بال، ما أتوقع أنه رح يجي نفسه خلق أنه يبدع بحياته بشو ما كان مجالنا. فدائما بقولكم وبوصيكم وبوصي نفسي قبل ما أوصيكم إنه أشجع حالي دائما، كل ما يصير في عندي هيك طاقة إحباط أرد لا، أصحح حالي وأصحح قدراتي وأقول يلا go ahead، ما تستسلمي للواقع. فدائما خليكم go ahead، وكلنا هيك بدنا نحفز بعض، كلنا بدنا نشجع بعض من طيب خاطر، من نية حلوة، من قلب أبيض وضمير حي وطاهر، ورح نوصل رح نوصل. بس بالبداية إنها تكون منا نفسنا، يعني نشجع حالنا، تكون في عنا هاي النشاط والباور والإرادة الحلوة والقوية، ونمشي بحياتنا وبمناكب الحياة وصعوباتها وتحدياتها وكل ما يواجهنا بالحياة من مطبات. تحياتي لكم كلكم، في أمان الله، نلتقي. مساء الورد للي عندهم مساء، وصباح الورد للي عندهم صباح، وهابي بيرثدي للناس اليوم عيد ميلادهم مرة تانية وثالثة وعاشرة. إن شاء الله العمر كله وإنتوا بخير وعافية وهدات بال، وإنتوا متابعيني الرائعين، إن شاء الله تضلكم بألف خير.